الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدا جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص. المتحدث العسكري ينفي ما تردد عن امتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات. وزارة الداخلية تطلق المرحلة التاسعة من كلنا واحد للمستلزمات المدرسية. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي صباح الغد بتوقيت اليابان جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص، والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية التيكاد، الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية ويستمر حتى 30 أغسطس الجاري. نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأكد المتحدث العسكري على قيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان له أن القوات المسلحة تهيب كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى انتهت إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات السابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن ما جاء في قرار الجمعية العمومية يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد للمشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية تزامنا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. المزيد في سياق التقرير التالي. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده. بمجرد أن أطلقت وزارة الداخلية المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، 276 منفذا على مستوى الجمهورية يتم عرض هذه المستلزمات من خلالها شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه التخفيضات الكبيرة تزامنا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، تخفيضات تصل نسبتها إلى أكثر من 30%. أسعار أحسن من برة. أنا شاري باكت من برة ب35، هنيت هنا ب24، شاري الورق الفلوسكاب واخد من برة ب8 جنيه، هنيت ب6.5. الجودة عالية وأسعار كويسة في متناول إيد المتوسطة وأقل من المتوسطة. حلوة الأسعار كويسة، وابني معاه 4 عيال بجيب لهم لبس المدرسة وكراريس وكله، وحلو هنا مهود عن بره. صراحة ربنا حاجات جميلة فعلا وحاجات رخيصة يعني في تناول الجميع. المنافذ تتنوع ما بين ثابتة ومعارض وشوادر وسيارات متحركة أقيمت بتنسيق ما بين أجهزة وزارة الداخلية وأصحاب المكتبات الكبرى وبعض منتجي ومصنعي الزي المدرسي وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، ما يسهم في رفع العبء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية عام دراسي جديد. الوزارة لما دعتنا للاجتماع هي كلفتنا بالعمل ده، ولما احنا شفنا منهم المجهود الرائع اللي هم بيعملوه قصاد المجهود اللي احنا هنعمله، لا ده احنا كلنا واحد فعلا، يعني مش ان احنا تعبنا هم ما تعبوش، لا ده هم تعبوا اكتر مننا كمان في المبادرة دي في تجهيز الاماكن ديت والاستعداد لها، وجبنا بضايعنا كلها وعرضنا في خلال فترة صغيرة جدا بحيث ان احنا نقدر نواكب الاسعار او غلو الاسعار اللي موجود اليومين دول، فبنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقدم في المبادرة حاجات منتجات كويسة جدا باسعار مناسبة جدا. اولياء الامور اشادوا بما لمسوه من تخفيضات كبيرة على مستلزمات المدارس بعد جولة قاموا بها على عدد من المكتبات لشراء الاحتياجات المدرسية لابنائهم، فوجدوا فارقا كبيرا في الاسعار وان التخفيضات هنا حقيقية، وهو ما يدل على مدى ما تحمله مبادرة كلنا واحد من معاني إنسانية واجتماعية تستهدف تخفيف العبء عن المواطن المصري. جبنا شنطتين من بره ب420، قريب منهم قوي هنا لقيت ب100، خدت شنطتين برضو يعني يبقى الولاد يغيروا فيهم. الكراريس والكشاكيل في فرق سعر
تقريبا الضعف، تقريبا الضعف. لا اسعارهم جميله. طيب ماشي. اسعارهم كويسه. اه رحت الفجاله صراحه اسعارها غاليه. اه شاسع. اسعار جميله. بس هنا فعلا الاسعار حلوه. المبادره جميله. المنافذ المشاركه في المبادره واماكنها معلن عنها تفصيليا على الموقع الرسمي لوزاره الداخليه لتيسير وصول المواطنين الى هذه المنافذ في كافه المحافظات والاستفاده من التخفيضات.